اسف هنا. وانا ما اعرفش ايه التفاصيل اللي جوه. عندي طرف اسمه ايمبول وطرف تاني هم قالوا لي ده هو الاول. ده كل اللي عرفته. وانا بقول لك بقى احط ايمبول هنا الاقي الاوتبوت ده معبر تماما على الصوره بتاع الانبوت اللي انا دخلتها. ليه؟ لان خزنت المعكوس وخدت المعكوس وعملت له عكس تاني وخدته على الكاباستور اللي هو هون. يبقى الجمهور هنا الدايره ديت وظيفتها انها تحس بالانبوت وتخزن زيه بالظبط هنا. ولكن بما انك باني شغلك على كاباستور ما تطمنش له فترة كبيرة. الحاول يعني اسأله على الحاجة بتاعتك في خلال زمن مناسب علشان الرد بتاعه يطلع هو المتوقع. واحد يقول لي ده انا حاطط زيرو هنا، اقول له هيبقى الشحنة زيرو هنا. ولما واحد يجي يلاقي زيرو هنا يفهم انه ما دام هو سأل في الوقت المناسب ان ديت هي الحاجة اللي كان عايز يخزنها. لما يجي واحد يلاقي وان هنا وجه السؤال بتاعه كان في الوقت المناسب يبقى على طول عنده ثقه انه ما دام التزم بموضوع الوقت المناسب يبقى الوان من هنا ما هي الا نسخه من اللي هم خزنوها في الوقت المناسب. ميموري ده ميموري سيل. ميموري سيل مالكش دعوه بالديتيلز جوه لكن ليك دعوه ان الانبوت اهو والاوتبوت. حطيت انبوت وفي الوقت المناسب بتسال الاوتبوت هيبقى الرد مناسب. انما اي واحد يخل بموضوع الوقت المناسب موضوع ما فيش اي التزام فيه خالص. النوع ده اسمه دايناميك ميموري سيل. بالظبط بالظبط زي الراجل اللي سالف ال 50 جنيه وهو الميموري بتاعته دايناميك. كل يوم تقابله عليك 50 جنيه، كل يوم تقابله عليك 50 جنيه، ايه اللي عملته؟ ده انت بتجدد له المعلومه. بتضمن له المعلومه عشان بعد شويه هتيجي تقول له هات اللي عليك. لو انت ما قعدتش تقول له كل يوم عليك 50 جنيه اما تقول له هات اللي عليك يقول لي بتاع ايه انا ما عليكش ليك حاجه خالص. الكلام ده ممثل في الشحنه اللي هتترك على الكباستور ده مش بس الكباستور ده والكباستور ده. السؤال بقى طب اجيب الكباستور ده منين؟ والمساله مساله وقت برضه. انت بتقول لي عايز اشحن المكثف بالداتا اللي انت جايبها. بقول لك عشان الشحنه تتم على وجه السرعه وتسترجع على وجه السرعه فلازم يكون الكباستور في اصغر قيمه محتمله ليه. اما واحد يجي يقول لي عندي مخزن عايز املاه بسرعه وعايز ابقى افضيه بسرعه. قول له يا اما يبقى الوسيله اللي هتفضي بيها تبقى وسيله قويه يا اما المخزن يبقى مخزن محدود قد كده بحيث انك تحط له شويه بتاع كده ملوم. احنا بناخد هذا الاتجاه بنقول ان الكباستور ده بيبقى اصغر ما يمكن ده وده وما اصغر من الباراسيتيك كاباستور. يعني احنا ما بنحطش كاباستور ده احنا بنبني شغلنا على اساس ان ظاهره الباراسيتيك كاباستنس موجوده. وبالتالي هذا المكثف هو المسؤول عن الحفاظ على الشحن الممثله للداتا في الوقت المناسب. وانا علشان خاطر افضل مطمئن لان الداتا موجوده اذا العمليه طولت اقول له ايه؟ انا بقى بصفتي انا اقرا ديت وعيد القراءة ضخ القراية هنا تاني عشان تدعم دي. اقرا دي وعيد طول ما الوقت متسع طول ما انت في عملية ريفريشنج موجود. وده اللي بيعمله البروسيسور بالنسبة للرام دايناميك رام اللي انت بتجيبها للكمبيوتر بتاعك. البروسيسور بيحتوي على مجموعة من الأطراف مهمتها عمل ريفريشنج للدايناميك رام اللي احنا بنستخدمها. ما فيش ستاتيك رام بتستخدم مع الكمبيوتر، ستاتيك يعني فليب فلوبس. ما فيش. احنا بنستخدم انفرتر وانفرتر. واحد ورا الثاني. وبنقول على دي رام، دايناميك رام. ك
كلمة دايناميك تملي علينا ان احنا نحرص على متابعة الريفريشن. هنشوف ازاي، لكن المهم ان الميموري اليمنت بتاعتي بتتكون من 2 ترانزستور اهو و2 اخرين وقد يزيد عن ذلك، لكن اعتمادا على وجود الباراسيتيك كاباسيتنس اللي مفيش حل ليها بنبني شغلنا دي. لما واحد يجي يقول لي انا عندي 8 بت اقول له ادي ميموري بت وادي الثانية وادي الثالثة، عد بقى لغاية 8 كلهم، يبقى اللي ينبت من هنا والاوتبوت. الاوتبوت بتاع نمرة الاليمنت نمرة 1 بيبقى هو الانبوت بتاع نمرة 2، والاوتبوت بتاع 2 بيبقى هو الانبوت 3 اند سو اون لغاية هنا. فأنا إذا كنت عايز أعمل لهم ريفريشن بقول إيه؟ خد من هنا. ودخل كلوك. أهو. علشان خاطر يخلي المعلومة اللي هنا تتحط في البيت الأولانية، واللي كانت في الأولانية تتحط للثانية، وهكذا لغاية 8. أما اللي عندي 8 تيجي للأولانية. سيركليشن. 8 بت يبقى في 8 كلوك سايكل هم المسؤولين عن تحديث الانفورميشن في ال 8 بت. يبقى الميموري سيل ما هي الا 2 انفرتر نكست تو ايتش اذر اهو، والاثنين احنا بنبص لهم على انهم باكج واحده يونت واحده، هي المستطيل او المربع اللي مرسوم من ضمن ال 8 ده. يبقى تبني اي ستراكشر انت عايزه من هذا الميموري بيت ديت، بتتقال عليها دايناميك ميموري سيل. ميموري سيل وده اللي احنا نهدف ليه. واحد بقى بيقول لي انا جبت 16 ميجا بايت، اقول له البايت ما هي الا 8 من دول. شوف 16 ميجا بقى هيتكرروا قد ايه؟ او 16 جيجا. شوف هيتكرروا قد ايه؟ على ايه؟ هناك بعض التفاصيل الاضافية في الميموري. أولا لما كان واحد يقول للإنفرتر أول ما اتكلمنا خالص كانوا بيقولوا لنا بالبايبولر يقول لك الدايرة دي ده اول ما درسنا الكترونكس والترانزستور البايبولر كان الاليمنت بتاعها، فكانت يجيب لك ترانزستور ويحط لك مقاومه في الكوليكتور كده، دخل الانبوت هنا يطلع الاوتبوت هنا، ده انفرتر. لما تخش هاي الترانزستور يبقى ساتوريشن يبقى الاوتبوت لو، لما تخش لو الترانزستور يبقى كاتوف يبقى الاوتبوت في سي سي، يبقى انت بتاخد السلوك بتاع الانفرتر. بيقال على الترانزستور ان هو درايفر، وبيقال على المقاومه ديت بول اب ريزيستور. المقاومه ديت بيطلق عليها بول اب ريزيستور. من خلال اللي شفناها في الجزء اللي فات من الترم، في كراهيه عجيبه جدا بين مصنع الانتجريتد سيركت والريزيستورز. ما بيحبش يعمل الريزيستور، واذا قدرت تقول له اعمل بدلها ترانزستور على طول هتلاقيه بيجري وينفذ لك اللي انت عايزه. وده اللي احنا عملناه، ادي الدرايفر وادي البديل بتاع الريزيستور. ادي الدرايفر وادي البديل بتاع، لذلك الترانزستور ده بيطلق عليه بول اب ترانزستور. الترانزستور ده ايا كان الصوره اللي هو جاي بيها فبيطلق عليه بول اب ترانزستور. يبقى انا عندي درايفر وبول اب ترانزستور، ده على طول انفرتر، ده على طول انفرتر. فانا بعمل الانفرتر بالصوره ديت واعيد استخدامه بقى اي عدد من المرات عشان يحقق لي الاداء اللي انا عايزه. على ده مجرد كان تقريب للفكره ديت، وهو انتهى من الامر في
على انه يبقى ترانزستور واخر الاثنين مع بعض في الصوره ديت على طول هيحققوا لي الانفرتر كاركترستيك اللي هو انا عايزه. علشان خاطر العمليه تبقى منظمه فلا بد من ان نقحم الكلوك في الاداء بتاع الميموري سيل. كيف يتم ذلك؟ الاليمنت الاولاني اهو، بدل ما كنت سايب الترانزستور ده اون اول ذا تايم زي ما كانت المقاومه هناك، كان في مقاومه بدل ده، لا انا جبت مقاومه، انا بعملها مقاومه في الوقت المناسب علشان تبقى كات اوف. طالما الفاي مش موجوده الكلوك، فلما تبقى الفاي موجوده يبقى رجعنا للدايره دي. لما تبقى الفاي يبقى احنا بنشتغل لدايره مشابهه لهذا، لما تبقى الفاي مش موجوده يبقى الترانزستور ده كات اوف والترانزستور ده كات اوف والاوتبوت مش هيشحن الكباسيتور. ليه عملت الكلام ده؟ لانه لما السرعه تعلى، وده احنا تارجت احنا شغالين فيه، احنا عايزين نشتغل. واحد يقول لك انا عايز اجيب كمبيوتر 3 جيجا هرتز، كان قبل كده بنقول 50 و60 ميجا هرتز ونبقى سعداء بيه، النهارده شغالين في الجيجا هرتز. بالنسبه للترددات، كل ما بترفع التردد كل ما بتحتاج عمليه تنظيميه محكمه علشان الداتا ما تتلخبطش وما تبقاش عارف انت جيت منين ولا رحت فين. فبنقول لك مين هيحكم لنا ده؟ الفاير. جاهز الانبوت؟ الانبوت جاهز؟ ايوه جاهز. هات الفاير. علشان ايه؟ علشان لما تيجي الفاير يتم شحن المكثف بالنتيجه بتاعت الانفرتر. فقط لما تيجي الفاير. انا لما احد يقول لي الانبوت جاي، وكلنا نعلم ان مع السرعات العاليه الانبوت مفيش حاجه اسمها مفاجاه. كيف؟ لما يجي احد يقول لي الانبوت جاي اهو بس استنى شويه، اقول له لا انا ما اعرفش اقدر استنى شويه دي، انا هجيب لك فاير. فاير لما تيجي منتهى الامر. زي بالظبط كده واحد بيصور صوره. لو هي الكاميرا عماله تصور اللي هي موجود ده، هتبص تلاقي فيه مناظر مضحكة جدا في الصورة. إنما أنت عايز تاخد صورة محكمة وصورة معبرة عن الحاجة، فبتقول لما يثبتوا بقى وأما الأمور تستقر أدوس أنا على الفايل. التريجر اللي أنت بتدوسها دي هي الفايل، عشان تضمن لك إن الإيمج اللي أنت متعشمه يطلع هيطلع. ما تجيبش حاجة فيها حاجة غير مرضية عنك. أهو فايل. دي كانت نتيجة السرعات العالية اللي احنا ابتدينا نشتغل فيها. ما ينفعش واحد شغال بسرعات عالية ويسيبها انتظارا لليل. لا، ده هو يقول لك تيجي الأول وبعدين أنا أشتغل. مش هتبقى العملية متروكة كده، لا، الكلوك هي الحكم. إذا غابت الكلوك انتهى كل شيء. أنا بعمل ده، فأصبح الإليمنت بتاعي أهو. طب وبعدين الاليمنت الثاني زي بالظبط، انت شحنت ده هو ده اللي هيقول لك ادي الترانزستور الثاني. تكرار نفس التكرار بتاع الاليمنت ديت موجود.